أجمل مناظر في فصل الخريف. الأوراق تتساقط، أوراق الشجر تتلون يوما بعد يوم، وكل يوم تجد لونا جديدا في أشجار، لونا جديدا على الأشجار. الطبيعة خلابة جدا جدا، وخاصة بعد سقوط الأمطار هذا الصباح تحولت الشوارع إلى جنة، خاصة مع الألوان الزاهية التي تتحول إليها أوراق الشجر. كل يوم تتحول إلى لون، يوم أصفر ويوم أخضر ويوم بنفسجي، يعني ألوان جميلة جدا في هذا الفصل، وخاصة في هذه الفترة من السنة. إنها مناظر فعلا جميلة جدا، إنها فعلا جنة، يعني مناظر جميلة جميلة أوي أوي. شوفوا الشارع هنا كي داير، شوفوا على منظر في الشارع كي داير، شوفوا الشوارع. اللي تيقول لك المغرب اجمل البلدان، شوفوا انتم الناس ساكن في اتساع، ماشي الزحام، ماشي الخنز، ماشي البرارك. الناس تيخلصوا الضرائب وكيعرفوا الضرائب ديالهم فين كتمشي. ودي يا ودي، شوفوا الدنيا كي دايره، شفتوا الدنيا كي دايره، الجمال جمال، يعني جمال خلاب جدا. اوكي الاخوه والاخوات، فوالا، غير بغيت نشارك معاهم هاد اللقطات الجميله في هذا اليوم الجميل، وتبارك الله عليكم.